بالنسبه لي مبدا الريسيرش ميثود او الريسيرش ميثودولوجي طبعا هي اللي بنسموها. عاده الماده هذه تاخذ بعد المفروض يعني مفترض انها تاخذ بقيه المواد تكون هي متطلب لبدايه البحث. بدايه اي بحث لازم الطالب يكون عنده التزام بمناهج البحث والريسيرش ميثودولوجي كل ما يتعلق فيها، لكن مش عارف يعني ظروف البرنامج كذا. يفترض ان انتم ماخذين يعني عندكم فكره عن المواد اللي بتشتغلوا عليها او المواد الادفانسد يعني على اعتبار انه اخذتوها في مرحله البكالوريوس بشكل كويس. عموما مش اشكال يعني هي ممكن تنأخذ في البدايه، اذا اخذت في البدايه وفهمت بشكل صحيح ممكن برضه تستفيد منها خلال المواد يعني، لانه يعني عاده مواد الماجستير يكون فيها يعني اجزاء بحثيه مش عارف يعني كيف تدرسوها في المركز، لكن اللي اعرفه انه مواد الماجستير تختلف عن مواد البكالوريوس مش منها يعني بالضبط. احيانا التسميه ممكن تكون نفسها، ممكن تلاقوا ماده مثلا في كمبيوتر ساينس ممكن يكون في ماده في البكالوريوس اسمها ارتفيشال انتليجنس ذكاء صناعي، في الماجستير تكون ادفانس ارتفيشال انتليجنس متقدمه. اللي لاحظته انه معظم الجامعات تقريبا نفس السيرفرز نفس الاشياء اللي ياخذوها من البكالوريوس وياخذوها من الماجستير. المفروض اللي يكون مميز لطالب الماجستير انه يعطى مهام بحثيه في الماده، يشتغل الماده اوكي ياخذ مواضيع متقدمه في الماده، لكن برضه ياخذ الماده من وجهه نظر بحثيه اكثر يعني ما تكونش نفس المفردات بنفس الطريقه من الاعطاء بنفس الكيفيه بنفس الكم. في الحاله هذه ممكن نكون اشتغلنا كثير يعني. بالنسبه لكم اعتقد في مجموعة اي تي في مجموعة انجينيرنج انتم اي تي انتم باك جراوند هندسة صعدت فين؟ في العاصمة أنا هندسة حاسوب ألو هندسة حاسوب جامعة كلية هندسة عدن كلية هندسة كويس هندسة كمبيوتر يعني نعم اي تي كلام الله نعم اي تي مانجمنت ليش دخلت الاي تي مانجمنت؟ تخصص يعني بحكم انا في البدايه خريج مهندس حاسوب فانا درس في الجامعه في مركز الحاسوب عشان الشغل يعني نعم درس في الحاسوب مواد خاصه بالحاسوب يعني وانت ليش انجينير في الشغل؟ عشان الشغل كل تخصصنا بالشركات كلها انجينير فقلنا من ضمن المانجمنت اعتقد المواد اللي بتاخذوها انتم في الماجستير تكون نوعا ما مختلفة عن المواد اللي شفت السنة الصراحة بس لو بتدرس بشكل صحيح يعني انا صراحة تفاجأت يعني استغربت من كيف كانت تعطى المواد اللي كانت سابقة بالشرط الثاني لا ادري يعني كم الفائدة اللي ممكن يستفيدوها ما عدوا يعني انتهت في مواد بعد ممكن تشوفها المنصة التعليمية تلاقي في فيديو تلاقي في فيديو هذا اللي قال سامي بحث عنه البورتال هذا اللي اشتركنا فيه على اساس بيشترك فيه المركز تقريبا اسبوعين بنحاول نتواصل معهم عشان الفيديو ستريمينج عشان الخصائص هذا فطلبوا اشتراك سنوي تقريبا $3,600 اعتقد انه دكتور بديع يعني كلام مستعد يدفع المبلغ حلو بس برضه لو بيدوا فيه الاكسبرس اللي بيدرسوا المواد من هناك يعني عموما بتاخذوا الماده ان شاء الله وبتستوعبوها وبتاخذوا عليها مواضيع لو تلعبوا الاساينمنت الاول اللي اعطيتكم اياه في الاساينمنت كان الغرض منه حتى لو كثير هو يعني بتاخذ رقم عشان قصه الغرض منه انه مش تعرف الطلاب ايش فكروا، يعني مثلا انا لما اسجل ماجستير يكون في بالي مجال بحث معين.
خلاص انا اشتغل مجال البحثي او موضوع تبع البحث حقيقي في المجال الفلاني. فكان الغرض من الكلام هذا انه اعرف ايش في دروسهم يعني. فالبعض بسلم لي الاسايمنت يعني كانه اسايمنت انجلش، كتب لي باراجراف انجلش ما له اي علاقه بالبحث ولا اي شيء. البعض تخوف انه بس ما اخذناش حاجه، كيف انا اخذ اسايمنت على حاجه لسه ما اخذناهاش؟ الموضوع بسيط يعني. عموما بنحاول نمشي بالماده مفرداتها يعني زي ما هو مقرر من الاخر. طبعا كون تخصص اي تي مانجمنت انجينيرنج مانجمنت يعني اكثر اتجاه للمانجمنت من نوع التكنيكال، لانه المعروف طبعا في الدراسات العليا اما الواحد يتجه طبعا في مجال الكمبيوتر والاي تي والانجينيرنج، اما الواحد يتجه اتجاه تكنيكال او يتجه اتجاه مانجمنت. تكنيكال يعني يبحث في التقنيات وتطوير التقنيات، يطور على تقنيات موجودة، ممكن يطرح اختراع تقنية جديدة. معظم البحث في الاتجاه هذا يكون من النوع quantitative، يعني ابحاث كمية تعتمد على ارقام، تعتمد على حسابات. بينما اتجاه المانجمنت هو اتجاه اخر يعني نوعا ما مختلف شوية، فريق من علوم الإدارة ما لهش علاقة بتطوير تقنيات وأشياء زي كذا، لكن يحل مشاكل إدارية قد تكون من قبل الـ IT أو من قبل الـ Engineering. غالبا ما يكون البحث في المانجمنت نوع qualitative، يعني يعتمد على المقابلات، يعتمد على الاستبيانات، يعتمد على تحليلها بعد ايش بدون الناس، ايش بدون افعالها، بيدرس ظواهر موجوده زي ما ذكرنا بنتكلم عنها خلال المحاضرات ان شاء الله يعني انواع الابحاث والاشياء هذه. عموما نبدا نتكلم عن الريسيرش. طبعا السلايدز هذه يعني ارتأيت انا من هون بس نستخدم السلايدز اللي كانت تعطى للدفاع السابقه اللي هي خاصه ب نيكولاس ماركوس، أعتقد اللي عمل ماجستير في دفت يونيفرستي، نيكال يونيفرستي في دفت. وبرضه في كتاب ثاني مهم كون الموضوع بتجي للمانجمنت، معناته في المانجمنت بزنس. وبالتالي الكتاب اللي برضه كنت لكم اياه من البورتال كتاب سكران. سكران هذا كتاب مشهور جدا في عالم الابحاث، بدا في اتجاه المانجمنت، وبالتالي يكون الموضوع يعني مزيج من الحالتين. طيب ايش المقصود بالريسيرش او البحث؟ هو عباره عن finding solutions to a problem after thorough study and analysis of the situational factors. طبعا الغرض من الابحاث في اي مكان في الدنيا انه توجد حلول، في اشكاليات، الاشكاليات هذه تحتاج موجودة في المجتمع، موجودة في المؤسسات، في المنظمات، في البنوك، في كل ما يتعلق بالحياة، في إشكاليات، الإشكاليات هذه يمكن حلها من خلال الأبحاث. طبعاً الموضوع هذا بالنسبة لنا يعني في بلادنا يعني في فجوة كبيرة ما بين الجامعة والمجتمع. يعني يروح الواحد يدرس في الجامعة كان ما له علاقة بالمجتمع، كان يتعلم حاجة هذا هو الواقع يعني. كان احنا ندرس حاجة لها علاقة بالقرون السابقة، علوم أساسية، ندرس رياضيات بحتة، ندرس حتى البروجرامينج مش عارف ايش نتعلمه عشان البروجرامينج وخلص نطلع ما لهاش أي علاقة بالمجتمع، في حين المفروض إنه يكون الجامعة لها علاقة وارتباط مباشر بالمجتمع بحيث إنه أي مشكلة في المجتمع مطروحة ممكن تساهم الجامعة ويكون لها دور ريادي أو قيادي في حل الإشكاليات. طبعا الكلام هذا يتم من خلال انشاء مراكز ابحاث متطوره ضمن الجامعات مهمتها تحل الاشكاليات، مراكز ابحاث خاصه بالعلوم السياسيه، بالعلوم الاجتماعيه، بالعلوم التقنيه، بالعلوم الطبيه وهكذا. يعني مثلا ظهرت مشكله طبيه ووباء، من اللي بيقوم بمهمه البحث عن اسبابه، كيف ينتشر، كيف يمكن حد من انتشاره؟ مركز ابحاث، وفي مركز ابحاث متخصص فعلا بيدرس الظاهرة على قرب، ما يحتاجش إنه يروح يجيب أجنبي عشان يعرف الظاهرة هذه أو يدرسها. ها؟
هذا يفترض انه دور للدين الجامعة، وبالتالي البحث هو عبارة عن إيجاد حلول لمشاكل problems after thorough study and analysis. طبعا الحلول ما تأتيش من فراغ، ما تأتيش مباشرة، الحلول تأتي بعد دراسة thorough study، دراسة مستفيضة، دراسة مكثفة، دراسة عميقة، وتحليل للفاكتورز تبع المشكلة. عندي مشكلة، المشكلة هذه يتم لها فاكتورز، لها عوامل، العوامل هذه يتم تحليلها، يعمل لها analysis ودراسة مستفيضة عشان نوجد الحلول. هذه مهمات البحث الأبحاث، وبالتالي تقع الأبحاث ليس شانس، يعني اتخاذ قرارات، قرارات هذه ممكن تكون جيدة أو ممكن تكون سيئة، يعني ممكن يكون القرار هذا بناء على البحث إيجابي، أو القرار هذا ممكن يكون قرار سلبي. Research must be done properly، طبعاً الأبحاث لازم تؤثر بشكل صحيح، بشكل مناسب، وبالتالي هي يجي معنا الحاجة لمناهج البحث. البحث ما يتمش بشكل يعني الواحد يقول خلاص أسوي بحث، خلاص أسوي، لازم يستمع على منهجية معينة. هذا المقصود في مصبي الدان روبيلي، روبيلي يعني مبني على منهجية، مبني على خطوات محددة يمشي فيها من الأول إلى الأخير. في الاي تي أو البزنس ريسيرش قلنا انه يحتاج انه ادخل في مواضيع البزنس، كون تخصصاتكم اقرب للمانجمنت والاداره، بالتالي هي اقرب للبزنس، لانه اي شيء له علاقه بالاداره له علاقه طبعا بالبزنس. فنوع هذا من الابحاث بالنسبه للاي تي او البزنس سيستماتيك، يفترض انه يكون مبني على منهجيه نظاميه، اورجنايز ايفورت تو انفستيجيت سبيسيفيك problem. طبعا زي ما قلنا انه لازم يكون في منهجية معينة، منهجية محددة، ويعتمد او يتطلب requires certain steps، في خطوات. بعد كده بنشوف يعني على نهاية المحاضرة انه في مجموعة من الستبس والخطوات اللي لازم يمر فيها اي بحث. اول حاجة تعريف المشكلة، بعد تعريف المشكلة تحديد ايش الاهداف وتحديد ايش المنهجية المستخدمة وهكذا. Must be organized systematic database. طبعاً عملية منظمة تعتمد على سيستم معين وعلى نظام معين. Database. Database معناته لازم يكون في عندي داتا أجمعها من خلال وسط معين. مثلاً على سبيل المثال مشكلة في الجامعة اشتغلها، أو مشكلة في الشركة. المشكلة هذه بعمل بحث عشان اشوف ايش اسبابها. مثلا على سبيل المثال الموظفين تبع الشركة بيتأخروا على الدوام تبعهم، مثلا في مثال ايش ممكن تكون الاسباب. فلازم يكون عندي داتا او معطيات، داتا بيس، داتا بيس يعني لازم يكون في داتا او معطيات من خلالها بستنتج ايش الاسباب اللي ادت لتأخر الناس هذول في الدوام. وبالتالي بناء على النتائج اللي بطلع فيها مثلا من الاستبيان، بعمل استبيان، ممكن الاستبيان هذا وزعه على الكل الموظفين كامل واشوف ايش اسباب التاخير. قد تكون مشكله التاخير بسبب المواصلات مثلا، وما يلاقوش مواصلات، وبالتالي اقدم نتائج البحث هذا ل اصحاب القرار. اصحاب القرار بدورهم يعتمدوا على البيانات نتائج البحث تبعي، ويقوم باتخاذ اجراء مثلا يوفر وسيله مواصلات عشان الناس ما تتاخرش عن الشغل. وبالتالي اي بحث لازم يعتمد على الداتا او يعتمد على معطيات كريتيكال. كريتيكال معناها انه البحث هذا لازم يدرس الموضوع بشكل يعني نقدي انتقادي، بشكل مجرد عن العواطف، بشكل مجرد عن المعطيات والظروف المحيطة. يعني لازم يكون الدراسة هذه لازم تكون دقيقة، معرفة ايش الأسباب بالذات يعني بالضبط. الموضوع كريتيكال هذا بنحتاجه ونمر عليه بعدين
كريتيكال ليترشر ريفيو مش معاها بعدين كريتيكال ليترشر ريفيو. لما اقول لك الشخص ما هو الشخص الفلاني هو كريتيكال بيرسون. كريتيكال بيرسون يعني دقق كل حاجه، فحص كل حاجه، ركز على كل نقطه، ما يضيعش حاجه يعني ما تروحش من بابها حاجه. فلما يجينا مشاكل على مشاكل كل الجوانب يلم بالموضوع بجميع الاتجاهات، هذا هو المقصود بالكريتيكال. البحث لازم يكون اورجنايز منظم سيستماتيك، يعتمد على سيستم في داتا نستخدمها. كريتيكال بيشمل الموضوع بجميع النواحي بجميع الاتجاهات. اوبجيكتيف من الاشياء المهمه بالبحث انه ما يكونش سبجكتيف. سبجكتيف يعني يخضع لوجهات النظر. اذا عندي حاجتين سبجكتيف اوبجيكتيف، سبجكتيف بيخضع لوجهات النظر، يعني انا وجهه نظري كذا بهذا الاتجاه، شخص ثاني وجهه نظره ممكن باتجاه اخر، شخص ثالث وجهه نظره باتجاه اخر. في الحاله هذه وجهات النظر تبعنا هي سبجكتيف، تخضع للمعطيات تبعنا، تخضع لتفكيرنا، تخضع للبيئه اللي نعيش فيها، تخضع لعوامل كثيره، وبالتالي يعتبر سبجكتيف. البحث لازم يكون اوبجكتيف، موجه في اتجاه معين، ما يخضعش لوجهات نظر. ليش؟ لانه البحث في النهايه عباره عن ايش؟ عن مبني على اسس علميه. فالاسس العلميه ابدا عمرها ما تكون سبجكتيف، ما تخضعش لمزاج معين او اتجاه معين. دائما تكون موجهه في اتجاه واضح دقيق. اذا البحث لازم يكون اوبجكتيف مبني على اهداف معينه. scientific inquiry او investigation. investigation طبعا معروفه ايش المقصود فيها، الانكويري المقصود فيها التحري او التدقيق او الاستعلام. فالاستعلام او التحري او التدقيق لازم يكون مبني على اساس علمي، ما يكونش مبني على مزاج، ما يكونش مبني على كل واحد يجي يعمل انفستيجيشن تبعه بطريقه، لا لازم يتبع اسس ساينتفك او اسس علميه. يعني انا مثلا اشتغلت اسباب ظاهره معينه موجوده في اوساط طلاب وفي اوساط موظفين لها علاقه مثلا بالاي تي، فكيف ممكن اعمل انفستيجيشن او تحري او تحقق في الاسباب؟ هل الحكايه يعني بروح لكل واحد كذا لحاله واتكلم معه واقول له ايش رايك انت؟ فلان ايش رايك؟ اتعامل مع كل واحد باسلوب مختلف؟ لا غلط. لازم يكون التحري تبعي او الاستعلام مبني على طرق علميه موحده محدده واضحه. مثلا قوسين استبيان، استبيان هذا يوزع على الكل. انترفيو مثلا، انترفيو مقابله مبنيه على خطوات محدده للكل مع كل واحد استخدم نفس المقابله او نفس الاسئله. إذا بالنسبة للاي تي أو بزنس ريسيرش قلنا إنه البحث لازم يكون organized, systematic, database, critical, objective, scientific inquiry أو investigation. هل عنده سؤال؟ بعد هذه استفسار؟ ولا مش حاجة يعني؟ هذه كلها مقدمة يعني. مفيش؟ دكتور في فرق بين البحث الفني والنوعي يعني؟ بنوصل لهم بعدين، نتكلم عن كوانتيتيف والكواليتيف، طبعا في فروق من حيث المنهجية ومن حيث احنا نتكلم هنا عن البحث بشكل عام. الاي تي ريسيرش او البزنس ريسيرش ممكن يكون كوانتيتيف ممكن يكون كواليتيف، ممكن يكون كمي ممكن يكون نوعي. هو الترجمة الحرفية كمي نوعي ما تعكسش المعنى الحقيقي للكوانتيتيف والكواليتيف. الكوانتيتيف بشكل ادق يعني مش كمي بمقدار الترجمه تبعها، يعني لو ترجمناها بشكل عام هذا كمي ما تعكسش الغرض اللي نشتي نقوله من الكوانتيتيف. الكوانتيتيف عاده تكون في الابحاث اللي بتعتمد الجانب التكنيكال، يعني في النهايه يعني انا اوكي اصمم طريقه معينه او اطرح